خلال فقرة مطبخ إيديال. ابتكري في تحضير أحلى ديسير منعش باستعمالك منتوجات إيديال من ليموس، ليفلون وليغلاس، وفوزي كل يوم مجموعة منتوجات إيديال، وكذلك كل شهر بمجمد من النوع الرفيع. هاد الصيف نبرعوا الحباب أحسن ديسير مع إيديال. إذن كيف العادة كتشاركوا معنا وكتوريونا الإبداعات ديالكم، والكثير من الصور اللي هي جميلة صراحة، من ناحية الكلاس، من ناحية الموس، من ناحية بزاف ديال الحاجات اللي كتشاركوها معنا، كلها صيفية وكلها ألوان زاهية. مرحبا بالتواصل ديالكم والاقتراحات ديالكم الزوينة والمميزة أيضا من خلال المنتوجات حتى اللي كتستعملوا من خلال الرقم ديالنا اللي هو 0669707029. كيف تكتبوا الاسم ديالكم من جينا والصورة بطبيعة الحال اللي كتبعتوها مع المقادير ديالها. إذا اليوم معنا كوثر من مراكش. كوثر السلام عليكم. الو كوثر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ امورك هانيه؟ لاباس الحمد لله. كي دايره انت؟ لاباس عليك الحمد لله. كاين شي صهود في مراكش ولا لا؟ الله الخير. اللهم بارك. اللهم بارك وزيد في ذلك ياك. الله ان شاء الله. شوف كل حاجه كتجي في الوقت ديالها. مرحبا. دونك كوثر، انت شاركتي معنا في المسابقه ديالنا، شنو عملتي؟ شنو كانت الوصفه ديالك؟ درت ليفيرين او كويسات بالجينواز ديال لاموس ديال الفريز ايديال، ونسمتهم بفلون ديال الفريز ايديال. واخا اجي ناخذ المقادير والطريقه ديال التحضير. اييه يلا مرحبا. بالنسبه للجينواز كناخذوا 3 ديال البيضات مع واحد فاني ايديال وكاس سنيده، وكنطربو مزيان، وكنزيدو كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب وجوج خمارات حمرين ايديال ودقيق حسب الخليط. اييه صافي. ملي كنطيبوهم كنقسموا الخليط على 4. اييه. وكنطيبوهم في مقله مدهونه بالزيت والدقيق. اييه. ومن بعد كنخليوها تبرد، كناخذوا ربع لتر ديال الحليب. اي نعم. ونطربوا مع ساشي ديال لاموس ايديال. بالنكهه ديال الفريز. اييه. وصافي، واحد فلون بالنكهه ديال الفريز ايديال. وجوج معالق ديال السكر كلاصي. نعم. كنطربوها حتى كتطلع، وكندخلوها للثلاجه تبرد، وكنوجدوا الكويسات ديالنا. كنطبقوا لهم الجينواز ديالنا اللي طيبنا، كنقطعوها طريقه صغار، وكنديروا الكريمه حتى كنستمروا تبقى من الجينواز وتبقى من الكريمه حتى كنساليو. اييه. وكنزينهم باللوز مهرمش او الفيرميسيل. صافي، كنقدمهم بالصحه والراحه. وكنشكر ايديال بزاف اللي عطاتنا هاد الفرصه، ومهم كتبرد علينا فالصيف. الله يجازيهم بخير. بالصحه والراحه. حتى انت بالصحه، مجموعه من المنتوجات اللي اكيد غتربحيهم معنا. بصحتك وراحتك كذلك، وما تنسيش ان الرقم ديالك حتى انت كيدخل في القرعه الكبرى ان شاء الله اللي قريب نعرفوا شكون الفائزه بالمجمد، غيكون من نوع رفيع. شكرا لك بزاف كوثر من مراكش، واكيد الشكر موصول لكل المستمعات والمستمعين اللي مازال كيورونا الحداقه ديالهم في المبردات من خلال الرقم ديالنا اللي هو 0669707029. واحد موفق للجميع. هاد الصيف نبرعوا الحباب أحسن ديسير مع إيديال. مع فقرة مطبخ إيديال شاركي في مهرجان ديسير، تاكري تحضير أحلى ديسير باستعمالك منتوجات إيديال من ليموس، ليفلون أو ليغلاس. شاركي معنا الوصفة عبر الواتساب على الرقم 06-69-70-70-29، وفوزي كل يوم مجموعة منتوجات إيديال، وكذلك كل شهر مجمد من النوع الرفيع.